مساء الخير على حضراتكم واشكركم جدا على الحضور والنهارده هنتكلم على Practical Microservice Architecture أعرفكم نفسي الأول أنا اسمي أحمد مصباح uh, I'm a chief software engineer و uh, an independent consultant and uh, coach uh, speaker في أماكن كتير منها الـ DevOps Days uh, Cairo the African Medalistan Conference for Software Engineering and Orange Devtest Days Google Developer Group Delta Tech Group Technopreneurs و Java Developer Conference eight topics of interest اللي uh, انا بكتب عنها وبعمل عليها workshops و sessions uh, devops Agile and Lean, Cloud Native Apps and Beyond. We can session D to A, tabar bardo a related B, Cloud Native Architectures and Applications. Software Architecture, we, I think Bardo in today's session is related to uh, software architecture. Uh, Java, I'm originally a Java programmer, uh, still am. Um, free and op uh, open source uh, software where artificial intelligence and uh, machine uh, learning. Experience of early for Orange Innovation Egypt, the R&D arm of uh, Orange Group. Uh, I've delivered two award-winning innovative uh, solutions, uh, worked at two startups, uh, coached and advised many, many others. Uh, winner of the Dell HackTrick 2022 UI UX track, و I have many professional certifications and a master's degree in uh, machine uh, learning الأجندة بتاعتنا إيه النهاردة؟ هنتكلم uh, في حاجات كتير جداً uh, الحاجات دي هتبقى uh, متقسمة على ثلاثة uh, sections هيبقى في section أولاني هنintroduce فيه الـ microservice architecture السكشن الثاني هنتكلم على Uh, adopting microservices uh, for uh, greenfield uh, projects wave section 3 هنتكلم على adopting microservices uh, in uh, brownfield uh, project يمكن الحاجات اللي هنتكلم عليها في أول سكشن مش هتكون جديدة عليكم ممكن ناس كتيرة من اللي اشتغلت في microservices already عارفاها لكن الحاجات اللي في سكشن 2 و 3 هي دي بقى الحاجات اللي ايه الجديده واللي تعتبر يعني البيف بتاع السيشن دي. انا كنت حابب بصراحه اني اسمي السيشن مايكرو سيرفيسز فروم ذا ترينشز بس يعني I kind of felt ان التايتل اللي موجود دلوقتي احسن بس سكشن 2 و 3 هم فعلا مش حاجات جايبينها من كتب ولا ارتكلز اونلاين على قد ما هي يعني من الاكسبيرينس بتاعه الواحد في الشغل بالنوع ده من الاركتكتشرز نبتدي اول حاجه بالانترودكشن في الانترودكشن هنقول الموتيفيشنز ايه اللي خلاني عملت السيشن دي ايه هو المايكرو سيرفيس اركتكتشر why would a company or team consider uh, adopting microservice architecture uh, the challenges بتاعه uh, adopting microservices and when and when not to go for microservices تعالوا نتكلم عن الموتيفيشنز الاول قبل المايكرو سيرفيسز كان في حاجه اسمها السيرفيس oriented architecture ده أنا كنت شغال بيه تقريبا من 2009 وبعد كده I was introduced ل microservices يعني around 2016 وابتديت شغل فيها في many projects and project uh, products من ساعتها uh, طبعا إنتوا زي ما إنتوا عارفين احنا دايما بنتعلم من الفيليرز ف انا مش هكليم ان انا اول مره اشتغلت بالمايكرو سيرفيس اركيتكتشر اشتغلت بيه صح فانا اقدر اقول بكل ثقه اني اشتغلت مايكرو سيرفيسز من 2016 الى يومنا هذا مرات عملناها صح مرات عملناها غلط لكن كتير جدا من الاوقات كانت غلط ومش بس انا شخصيا اللي اتعرضت لكده برضو I worked with other teams that adopted the architecture وكتير جدا من الاوقات كانت الادوبشن اما مش صح او ما كناش محتاجينها اساسا. ف ريدنج ثرو الحاجات بتاعه اللين في قاعده كده اسمها دو ات رايت ذا فيرست تايم الابريفيشن بتاعها دريفت. فالكونسبت ده في اللين خلاني ايه طب واي نوت ان احنا نعمل سيشن نقول فيها خلاصه الاكسبيرينس مش هقدر اقول بس من 2016 هي يعني actually من 2009 لان زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه يعني مايكرو سيرفيسز اكشلي سيرفيس اورينتد اركيتكتشر بلس بلس ذا ريزن واي مايكرو سيرفيسز يعني وير انسبتد واز ذات سيرفيس اورينتد اركيتكتشر يعني اتحول من الاسم بتاعه الى سيستمز انتجريشنز ومجموعه من البلاتفورمز لو انت طبقتها واستخدمتها يبقى انت كده بتعمل اس او اي اي اس بي واي اي اي فبقى هو ده الاس او اي في حين ان دي كانت مجرد بس تولز او انيبلرز لكن الاس او اي ما كانش كل ده لكن الناس اللي تقرا الكتب بتاعت الاس او اي هتلاقي ان ايه ده ما هي دي المايكرو سيرفز. لكن طبعا ايه اكيد ظهرت باترنز جديده وحاجات جديده ايه خلتها اسمها ميكرو سيرفسز يعني مش إيه مش مجرد uh, يعني another increment to service-oriented architecture. فإذن دي الم motivations. Uh, I've seen microservices being done right and wrong in both greenfield and brownfield projects and products. we يعني inspired by a the uh, lean practice of drift. قلنا نعمل السرشن دي النهاردة. ويا رب إيه نكون موفقين فيها طيب what is microservice architecture ناخد definition ده I think ننا نجيبه من uh, microservices.io ال site اللي uh, maintained by Chris Richardson الأوثور بتاع كتاب uh, microservice uh, patterns ف على الويب سايت they define microservice architecture as an architectural style That structures an application as a collection of services that are highly maintainable and testable, loosely coupled, independently deployable, organized around business capabilities or bounded context, way owned by small teams. If you're implementing some sort of distributed architecture, where an application بتاعتك is decomposed into multiple services والservices دي بتتحقق فيها الخمسه characteristics دول يبقى انت كده بتعمل microservice architecture واحده بس من الcharacteristics دي مش موجوده يبقى انت بت implement some sort of distributed architecture بس it is not microservice architecture وموست well, probably it's going to be a distributed monolith هنشوف الكلام ده قدام بس it's very important ان احنا نعرف لو عايزين ال TLDR بتاعة السيشن دي النهاردة هي بس السلايد دي الديفينيشن ده هو فيه خلاصة المايكرو سيرفيسز واحدة من الكاركترستيكس دي مش موجودة يبقى you are not doing microservices وهتلاقوا ان اغلب الشركات واغلب التيمز ممكن تكون محققه كل حاجه ما عدا الاخيره هتلاقوا تيمز تيم team واحد السايز بتاعه من خمسه لتسعه ممبرز اللي هو السايز الطبيعي بتاع ان اجل تيم وهتلاقيهم الابلكيشن بتاعتهم از ديكومبوزد انتو 15 20 25 30 مايكرو سيرفيسز وده تيم واحد مكون بس من خمس اشخاص وده اللي اغلب الناس بيعملوه للاسف فكده يبقى القاعده اللي تحت الاخيره مش متحققه انا مجرد بس كده ايه يعني دي ثوت بروفوكينج لكن هنشوف بقى تفاصيل الكلام ده قدام اني anyway, that's the definition المايكرو سيرفيسز المفروض تحقق 7 برينسيبلز principle الاولاني انها تبقى مودلد اراوند بزنس دومين بنحقق ده ازاي عندنا باترنز وبراكتسز منها كونويز لو هنتكلم عليه قدام أو الـ Domain Driven Design. Hyd implementation details ودي شبيهة للـ الـ الـ ال Principles بتاعت الـ SOA. Uh, دي بتتحقق عن طريق الـ RPI والـ Messaging. A culture of automation ودي ممكن نحققها بال practices بتاعت الـ Extreme Programming أو بال practices بتاعت الـ DevOps. Highly decentralized ودي ممكن نحققها عن طريق Domain Driven Design. Deployed independently ودي ممكن نحققها بالcontinuous delivery and deployment. Extreme programming practices او DevOps practices. Isolate failure ودي ممكن نحققها بال reactive manifesto لو انت يعني you're implementing a reactive application او بالcircuit breaker pattern. وhighly observable وبنحقق ده عن طريق الcontinuous monitoring او عن طريق السيرفيس مش فدي كده البرنسبلز بتاعت المايكرو سيرفيسز اوكي البرنسبلز اللي المفروض المايكرو سيرفيسز تادير ليها خلاص وقصاد كل برنسبل مجموعه من الايه الباترنز والبراكتسز اللي ممكن تحقق البرنسبل ده زي كده بالظبط الاجايل برنسبلز ال 12 علشان نحققها عندنا برضو براكتسز كتير بتحققها لنا عشان نقول ان احنا ايه بنحقق البرنسبلز. المايكرو سيرفيس اركتكتشر في مجموعه كتير من الباترنز واللي حابب طبعا يعني يشوف كاتالوج حلو قوي للباترنز دي بالشرح بتاعها ممكن تتشيكوا microservices.io او الكتاب بتاع كريس ريتشاردسون اللي هو microservice patterns. Uh, ال patterns تاتل microservices في ال uh, diagram اللي اودام هنا هي categorized into six categories decomposition patterns integration patterns database patterns observability patterns way cross cutting concern patterns فااا if you are adopting microservice architecture you will definitely be adopting many of these uh, patterns في الشغل بتاعك في اي سوفت وير اركتكتشر اول حاجه السوفت وير اركتكت المفروض يعملها ان هو دي كومبوز السيستم يعني يكسر البروبلم بتاعته خلاص لمجموعه من الكومبوننتس بعد كده يشوف الكومبوننتس دي هتكلم بعضها ازاي وايه الانترفيسز بتاعتها اتسترا فالمايكرو سيرفيسز ذس از ا ديستريبيوتد اركتكتشر خلاص وير يو هاف ملتيبل سيرفيسز بالكاركترستكس اللي قلنا عليها. فا اوبسلي عشان تعرف انت محتاج يبقى عندك كام مايكرو سيرفيس محتاج سام سورت اوف ديكمبوزيشن باترن. ففي ديكمبوزيشن باترنز كتير باي بزنس كابابلتي باي سب دومين اتسترا. فدول بيقعوا تحت ايه؟ الديكمبوزيشن باترنز. في انتجريشن باترنز الناس من بره هتكلم المايكرو سيرفيسز ازاي؟ المايكرو سيرفيسز هتكلم بعضها ازاي؟ مايكرو سيرفيسز هتكلم العالم اللي بره ازاي اتسترا فدي برضو ليها ايه مجموعه الباترنز بتاعتها في باترنز للديتابيس uh, والكويرينج في باترنز دي الاوبزرفابيلتي ان احنا نقدر نمونيتور الهيلث بتاع المايكرو سيرفيسز ونقدر نشوف اللوجز بتاعتها ونقدر نتريس الريكوستس اكروس مالتيبل مايكرو سيرفيسز وبعد كده الكروس كاتنج باترنز الحاجات اللي هنلاقيها ايه موجوده المفروض في كل المايكرو سيرفيسز بتاعتنا وبتخدمها كلها زي الكونفجريشنز السيرفيس ديسكفري السيركت بريكر والديبلويمنت ستراتيجيز فاذا دي مجموعه الباترنز اللي كومنلي انتوا هتلاقوها في المايكرو سيرفيس اركتكتشر واللي المفروض انك انت تحاول بقدر الامكان انك ما تطلعش ايه بره عنها

الانفراستراكشر البروفيشننج بتاعه اتسيترا لان المايكرو سيرفيسز زي ما اتفقنا واحده من البرنسبلز بتاعتها هي ايه كلتشر اوف اوتوميشن واحسن حاجه بتشجع الكالتشر دي هي الديف اوبس لان احنا عندنا في الديف اوبس الكولمز موديل الاي اللي في الكولمز موديل هي الاوتوميشن فاذا وي نيد ديف اوبس از ان انيبلر للمايكرو سيرفيس اركتكتشر لان مايكرو سيرفيس عشان تشتغل من غير اوتوميشن صعب جدا جدا اجل سوفتوير ديفلوبمنت احنا علشان يبقى عندنا كونتينيوس ديليفري اند ديبلويمنت ويبقى عندنا سمول تيمز بتاون كل مايكرو سيرفيس وبتشتغلوا مع بعضهم وهكذا عشان يبقى عندي ريليس ترينز وي 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 كل ده محتاج ان انا ابقى شغال اجل فاذا اجل سوفت ديفلوبمنت از an enabler to microservice architecture containers and container orchestration it's common in إحنا microservices بتاعتنا بتبقى a package في صورة docker images وفي الآخر بترن على في docker containers في some sort of container orchestration platform زي Kubernetes service mesh is an enabler service mesh دي uh, layer نتوركينج لاير او او انفراستراكشر لاير بتخلي عندك ادفانس ترافيك مانجمنت اوبزرفابيليتي سكيورتي وهكذا باستخدام الايه السايد كار باترن او باستخدام التكنولوجي الجديده اللي هي الاي بي بي اف المسج بروكرز اند ستريمينج لو انت هتستخدم ايفنت دريفن اركتكتشر في الـ الـ المايكرو سيرفيسز بتاعتك او هتستخدم ايفنت سورسنج وهكذا اذا you need مسج بروكرز علشان تاكت از ان انيبلر لحاجه زي كده وبعد كده الكلاود اخيرا الكلاود اغلب الناس النهارده بتديبلوي على الكلاود ريرلي الناس دلوقتي بتديبلوي على اون بريمسز it's still ستيل ذير بس بنقول ان اغلب الناس دلوقتي رايحه على الكلاود فبالتالي if you're going to deploy your microservices on the cloud يبقى definitely cloud providers أو especially public cloud cloud providers are going to be one of your enablers. طيب هل الميكرو سيرفيس architecture جديد؟ أنا واحد من الناس بقول لا. من وجهة نظري المتواضعة الميكرو سيرفيس architecture قبل ما الاسم يتعمل له coining أو inception ظهر بي Jeff بيسوس مانديت في 2002 جيف بيسوس عمل خمسة رولز التيمز بتاعته في أمازون تمشي عليها والرولز دي كانت إن all teams will expose their data and functionality through service interfaces teams must communicate with each other through these service interfaces no other communication is allowed other than service interfaces over the network it doesn't matter what technology they use all service interfaces must be designed to be externalizable والرول الثابته اللي مش هيعمل كده هيترفض وفي ناس بتقول ان الايميل لما تبعت اللي بعت الايميل يعني زود من عنده يعني have a nice day لكن جيف بيسوس يعني مش بتاع الكلام ده فلما تيجوا تبصوا على الخمسه بروبرتيز دي هتلاقوها ايه ده دي مايكرو سيرفيس فانا ام كليمنج ان بدايات المايكرو سيرفيس اركتكتشر ظهرت مع الجيف بيسوس مانديت بعد الجيف بيسوس مانديت دكتور بيتر روجرز استخدم التيرن مايكرو ويب سيرفيسز في 2005 في برزنتيشن كان بيعملها عن الكلاود كومبيوتينج uh, uh, بعد كده الترم مايكرو سيرفيسز كان discussed في conference في 2011 الناس كانت ايه بتدسكس كده architectural style كان ابتدوا يتبنوه وكانوا يعني لسه بيستكشفوا فيه اول ما الترم was coined والناس ابتدت تشير بقى knowledge ما بينها وما بين بعضها عن architectural style الجديد اللي هما بقوا بيستخدموه ده في 2012 مايكرو سيرفيسز بقى كانت بريزنتد في كيس ستادي وكانت البرزنتيشن التايتل بتاع مايكرو سيرفيسز جافا ذا يونكس واي وبعد كده نتفليكس طبعا ايه زودت من عندها وقالت ان الابروتش بتاع المايكرو سيرفيسز ده از فاين جريند اس او اي عشان كده انا بقول لكم فروم ماي بوينت اوف فيو Microservices is just another increment to service-oriented architecture. we Adrian Cockcroft, يعني ايه, agrees with me, أو أنا I agree with him, لأن هو طبعاً اللي قال الكلام ده on that. إذاً ده كده ايه, a little bit of history about microservices. The question is, is it SOA++؟ زي ما قلت لكم، من وجهة نظري المتواضعة، آه, it is Uh, SOA++ uh, لو جيتوا بصيتوا على الكتب بتاعه توماس إير هتلاقوا ان يعني من 2005 ل 2008 هو كان كتب كتب يعني مشهوره جدا جدا في السيرفيس اورينتد اركيتكشر بعد كده لما ابتدى السيرفيس اورينتد اركيتكشر بقى ايه الناس تبعد عنه شوية ويبقى هو مجرد بس الحاجات بتاعة الـ EEI والـ ESB الـ Enterprise Service Bus والـ Enterprise Application Integration زي ما قلت لكم الـ, الـ Systems Integration هي اللي بوظت الـ, الـ SOA اي Service Oriented Architecture لما توماس إيرل حس إن فعلا الـ الـ ابتدت الدنيا تبوظ شوية بسبب التكنولوجيز في 2016 في نفس السنة كتب كتابين السكند اديشن بتاع كتاب سيرفيس اورينتد اركتكتشر وزود عليه بقى كلمه مايكرو سيرفيسز وبعد كده كتابه المشهور جدا جدا اس او اي برينسيبلز اوف سيرفيس ديزاين لما تيجوا تقروا الكتب دي تبصوا على الباترنز تبصوا على الاركيتكتشر تبصوا على البرينسيبلز بتاعه الاس او اي هتقولوا ايه ده ده الكلام قريب جدا جدا حتى الكتاب بتاع SOA اي ديزاين باترنز هتلاقوا في كتير جدا من الباترنز اللي احنا بنستخدمها النهارده لكن باسامي مختلفه فاذا تو مي مايكرو سيرفيس اركتكتشر از جاست اس او اي بلس بلس واي مايكرو سيرفيس اركتكتشر ليه الناس بتقدبته Why has it become very uh, popular؟ أول حاجة لازم نقتنع بشيء إن النهاردة سوفت وير إز إيتينج ذا دي المقولة بتاعت إيه؟ مارك أندريسن ودي مقولة مش جديدة على فكرة هو قايلها إيه؟ من فترة طويلة. السوفت وير النهاردة بقى في كل مكان وكل الناس دلوقتي one way or another بيستخدموا سوفت وير أو السوفت وير بيخلصلهم أو لهم مصالح في حياتهم فده واقع دلوقتي every business is a software business مقولة واتس هامفري النهاردة أي شركة شغالة بتشتغل بsome sort of software وير النهاردة بقى جزء أساسي من الoperations بتاعت الشركات فبالتالي دلوقتي كل شركة يعني سواء مستوعبة كده أو لا هي بقت سوفت وير بيزنس ودي نفس مقولة ساتيا ناديلا اللي هو سي او بتاع مايكروسوفت كان قال every company is a software company you have to start thinking and operating like a digital company فخلاص النهاردة ايا كان نوع البيزنس بتاعك او نوع الشركه اللي انت بتديرها السوفت وير انت بتستخدمه والسوفت وير ده محتاج منك some sort of attention فانت like it or not you are a software company فبما ان دلوقتي السوفت وير بقى شيء اساسي Uh, الناس دلوقتي بتفكر بقى في اللي بيسموه الديجيتال ترانسفورميشن اوكي اما ان هم يستخدموا الديجيتال تكنولوجيز علشان ي ي ي ي يعملوا بزنس مودلز جديده او يستخدموا التكنولوجي علشان يوبتمايزوا الاكزيستنج بزنس مودلز بتاعتهم فكل الشركات النهارده بتكونسيدر دوينج some sort of transformation business transformation او digital transformation. وانا في السلايد دي حاطط الايه الـ, 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 الـ بتاعه بوث uh, uh, او يعني the, the three terms. احنا يمكن اكتر في الترم digital transformation: the process of using digital technologies to meet the needs of transformed business processes and create innovative customer engagement and mechanisms. فمن الاخر الشركات النهارده عايزه تشوف ازاي اقدر استخدم التكنولوجي علشان اقدر اني يعني احسن البرودكتس او الجودز والسيرفيسز بتاعتي وبالتالي ايه اعمل بروفيت اكتر اخلي الكاستمر انجيجمنت احسن اخلي الكاستمر ساتسفاكشن احسن وهكذا المايكرو سيرفيسز تعتبر انيبلر للديجيتال ترانسفورميشن ده ليه لإنها بتسمح الأورجنايزيشنز إن هي تيفولف الـ structures بتاعتها والتكنولوجي ستاك بتاعتها through structuring الـ applications as a collection of services. إنت دايماً عندك المونوليث اللي هي وان بيج ابلكيشن ممكن يكون عندك تيم أو مجموعة من التيمز شغالة عليها. عامله عندك مشكله ده سواء انت شركه سوفت وير او لا احنا اوريدي اتفقنا ان كل الشركات دلوقتي ار سوفت وير كومبانيس طيب افرض انت عايز تسكيل تش, تسكيل الشركه مش تسكيل السوفت وير افرض انت عايز تخلي الاورجنايزيشن بتاعتك تبقى اجايل تبقى هوليستيك المايكرو سيرفيسز بتديك الكيبيبلتي دي لان انت تقدر تقسم الشركه بتاعتك زي ما انت عايز انتو تيمز a team step autonomous. we call team you own a software batal. we, a software share structured around a collection of services where each service is managed by a small, agile, autonomous team. the microservices eliptic, el-capability microservice architecture is a catalyst for creating exceptional customer and employee value. لما نيجي نشوف الترندز بقى بتاعت الديجيتال digital transformation past and present هنلاقي ان اغلب الشركات سواء كانوا شركات سوفت وير او لا يعني حتى لو انت مش شركه سوفت وير انت ممكن تكون شركه عندك تيم in house بيديفلوب ليك سوفت وير او ممكن تكون بتتعامل مع فيندورز او سبلايرز بيعملوا لك السوفت وير سوليوشنز اللي انت شغال بيها. فكل الناس ديفنتلي ابتدت بالموديل اللي احنا شايفينه فوق ده على ليفل الديفلوبمنت بروسيسز الابلكيشن اركتكتشرز الديبلويمنت والباكجينج والابلكيشن انفراستراكشر. الشركات كانت شغاله ووتر فول الاركتكتشرز كانت مونوليثيك الديبلويمنتس كانت على فيزيكال سيرفرز والفيزيكال سيرفرز دي كانت موجوده في داتا سنترز بعد كده الشركات ابتدت تترانسفورم انتو اجل سوفتوير ديفلوبمنت ان تير او سيرفيس اورينتد اركتكتشر فيرتشوال سيرفرز وهوستد انفراستراكشر والنهارده الشركات كلها بتعمل ترانسفورميشن بقى للايه للستيت اوف ذا ارت الجزء اللي تحت ده فروم اجل تو ديف اوبس from monolithic applications to microservices. دي اللي احنا بنسميها ايه الليب او القفزه. او من SOA وان تير للمايكرو سيرفيس. اللي هي ايه؟ يعني an evolution او an increment. بيموفوا دلوقتي من virtual services لكونتينرز. وبيموفوا النهارده من هوستد infrastructure to the cloud. والكلاود دي ممكن تكون public برايفت او هايبرد بوث ايه بابليك اند برايفت ف زي ما انتم شايفين دي دلوقتي ديجيتال ترانسفورميشن ترندز وان اوف ذم از مايكرو سيرفيسز وبقيه الحاجات الثانيه هي الانيبلرز بتاعت المايكرو سيرفيسز ديف اوبس وكونتينرز والكلاود ايه التكنيكال بنفيتس اللي بتديها لنا المايكرو سيرفيسز؟ اول حاجه تكنولوجي هيتروجينيتي طالما انا عندي سيرفيسز اندبندنتلي ديبلويبل اوند باي ا سمول تيم وهكذا كل تيم من حقه ان هو يختار التكنولوجي اللي هو عايزها علشان يادوبت الايه المايكرو سيرفيسز بتاعته فاذا هو بيسمح ان يبقى في ايه هيتروجينيتي او دايفرسيتي في التكنولوجيز بتاعتك ودي ميزه كبيره لان هي برضو بتديك الفرصه انك انت تقدر تابجريد individual services with state of the art technologies بدل ما كان زمان ايه انت عندك one monolithic application يعني كانت لازم التكنولوجيز المستخدمه فيها كلها كل تت upgrade. ease of deployment لان السيرفيسز ال ال دي are independent وكل الناس تقدر تعمل لها ايه deployment يعني ايه اندبندنتلي وطبعا كتير قوي وانا قاعد بتكلم دلوقتي في ناس هتقول ايه بس احنا ما عندناش كده احنا يوم ما بنحب ندبلوي فيتشر بنضطر ندبلوي ثلاثة أربعة مايكرو سيرفيسز مع بعض ولازم كلهم يدبلويو. Again this is a sign in something is wrong with your micro service architecture. واحدة من البنفيتس السكيلينج مش بس سكيلينج على ليفل المايكرو سيرفيسز في حد ذاتها لا كمان سكيلينج الاورجنايزيشنز بتاعتك. والتيمز بتاعتك والبرودكتس بتاعتك او يعني بانواعها بقى السيرفيسز او الجودز مايكرو سيرفيسز بتديك الكابابيلتي دي الروبستنس ان لو في كومبوننت وقع السيستم بتاعك الديستريبيوتد سيستم بتاعك ده يقدر يكونتينيو اوبريتنج يعني with one less component والكومبوزابيلتي ان انا بالاكسبوز سيرفيسز كتير اللي عندي دي اقدر ان انا استخدمها كلها علشان اكمبوز وان يوز كيس او وان اي بي اي اتسيترا يعني ايه يعني السيرفيسز ال 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 اللي عندي دي اقدر اعمل لها ريوزنج او اعمل لها ايه يعني اكمبوز بيها اذر سيرفيسز فدي البنفيتس اللي بتديها لي الايه اللي بتديها لي المايكرو سيرفيس اركتكتشر طبعا احنا الحاجات اللي قلناها ممكن تكون ايه يعني ريليتد اكتر بالتكنولوجي طب ايه الاورجانيزيشنال والبزنس بنفيتس؟ It improves team autonomy بت Reduce time to market uh, بيبقى more cost effective بت improve robustness بتاعت الاوفر اول اركتكتشر بتاعك بتسمح لك انك انت تقدر تسكيل التيمز بتاعتك بسهوله وبتسمح لك انك انت تقدر ت embrace new technologies easier. The reason why I'm mentioning benefits ان الناس بعد كده تاخد ده as a reference او زي مسطره تشوف بيه اذا كانوا فعلا واخدين ال دي من الاركتكتشر ده ولا لا. لان هي دي ال اللي الاركتكتشر ده بيعمل لها promising. كده اتكلمنا على الجزء بتاع الواي نتكلم بقى على التشالنجز ما فيش حاجه بتيجي ببلاش ديفينتلي كل حاجه ايه ليها صعوبات so it's not all sunshine and roses the learning curve بتاع المايكرو سيرفيسز عالي جدا جدا انتوا شفتوا معايا دلوقتي الانيبلرز قد ايه ولسه هتشوفوا معايا البري ريكويزيتس او التشيك ليست بتاعتنا علشان نضبط المايكرو سيرفيسز قد ايه فديفنتلي الليرنينج كيرف بتاع المايكرو او سيرفيس اركتكتشر عالي جدا جدا جدا. المونيتورنج بتاع اي ديستريبتد اركتكتشر عموما صعب وفي المايكرو سيرفيسز برضو بالذات مش سهل. الترابل شوتنج والديبجنج في الديستريبتد اركتكتشرز برضو صعب انك انت لما بيبقى عندك مشكله علشان تكتشف هي حصلت في انهي مايكرو سيرفيس بالظبط، it takes time. Handling failures. برضو از ايه از difficult generally in distributed architectures. السكيورتي، testing, ال latency لان انت المايكرو سيرفيسز بتكلم بعضها ايه؟ through a network. ممكن يكونوا مش موجودين على نفس السيرفرز او مش موجودين في نفس اللوكيشنز. فكل ده بياد ليتنسي الداتا data consistency. انت ممكن يبقى عندك requests الريكوست دي لازم تسبان اكروس مالتيبل مايكرو سيرفيسز ايام ما كنا شغالين مونوليث اي ترانزاكشن عندك هي بتحصل في حته واحده وعلى database واحده خلاص كوميت او رول باك لكن هنا دلوقتي الموضوع مختلف انت عندك كل مايكرو سيرفيس ليها داتابيس لوحدها طب لو حصلت مشكله في مكان ما هرول باك ازاي هحافظ على الكونسيستنسي بتاعت الديتا ازاي طب لو في داتا شيرد ما بين اثنين مايكرو سيرفيسز في سنكرونلايزيشن او داتا بايبلاينز او 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 ازاي يضمن ان في كونسستنسي اتس ا تشالنج الانفراستراكشر اكيد الناس في كل شغاله كوبرنيتس او على الكلاود وهكذا عارفه ان يعني بروفيجنينج انفراستراكشر فور مايكرو سيرفيسز از نوت ذات ايزي وديبلويمنت طب محتاج سي اي سي دي بايبلاين ومحتاج ديبلويمنت ستراتيجيز وهكذا فكل دي تشالنجز قدامك في المايكرو سيرفيس اركتكتشر كلها حاجات ايه يعني يعني هتخبط فيها وهتقابلها سواء انت في مرحله الديفلوبمنت او في مرحله الاوبريشنز ف نوت اول سانشاين اند روزز طيب امتى نروح للمايكرو سيرفيسز وامتى لا؟ محتاج تسال نفسك شويه اسئله ودي تسالها لنفسك عموما قبل حتى ما تقرر الاركتكتشر اللي انت ناوي انك تستخدمه اول حاجه ايه الجولز والفيجن بتاعتك on scaling اب هل البيزنس موديل بتاعك دلوقتي تيستد وبروفن ويمكن السؤال ده المفروض اللي يسالوه لنفسهم اكتر الستارت لان انت الستارت اب بالذات لما بتبقى لين ستارت المفروض ان هي البيزنس مودلز بتاعتهم بتبقى لسه مش ستيبل والا يعني يعني لو هي بقت ستيبل يبقى كده الشركه ما بقتش خلاص ستارت اب هل البيزنس بتاعك ماتيور انف تو ادوبت مايكرو سيرفيسز هل عندك كومبليت اندرستاندينج اوف وات مايكرو سيرفيسز ار اند هاو ذي كود انفلوينس يور ديفلوبمنت اوبريشنز هاو سترونج از يور براكتس اوف ابلكيشن انفراستراكشر Do you have a tried and tested agile or devops practices? Where is your data management team skilled enough to support the incorporation? أسئلة أنت محتاج تسأل نفسك بيها. خلاص؟ أكيد في ناس كتير دلوقتي هيحسوا إيه إن أنت اللي متوقعه منا إن إحنا لازم يكونوا كلهم yes علشان ن go for microservices. هي مش يس yes ونو no هو في جراي سكيل كده كبير قوي خلاص هنتكلم قدام على ازاي بالظبط نأسس الريدنس بتاعنا بس these are questions that you have to ask يعني if you're a small company و you're a small team وانت لسه في الاول يبقى انت لسه دلوقتي ما ببصش ليه scaling up لا your team ولا your organization ولا your business ولا اي حاجة من دي يبقى مايكرو سيرفيسز ممكن ما تكونش هي الحاجه اللي انت هتحتاجها دلوقتي ااا الاوبريشنز بتاعه المايكرو سيرفيسز صعبه هل انت التيمز بتاعتك سكيلد ناف ان هي تهندل الاوبريشنز دي هل عندك اوبريشنز تيم هل عند هل انت عارف الاوبريشنال براكتسز عامله ازاي هل 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 هل؟, هل, هل؟ لو انت لو ما عندكش ده ان انت تبقى بترن run your business on microservices هتبقى تجربه صعبه جدا جدا جدا، هتبقى definitely اصعب من انك انت تبقى على مونولث. فبالتالي دي valid questions you need to ask قبل ما تروح ل microservice architecture. When to go for microservice architecture? If you're building a highly agile application that demands swift speed of delivery, innovation and more. when you want your monolithic application to accommodate scalability agility manageability and delivery speed where when you have standalone business applications or modules that have to be reused across diverse channels ده كده ايه امتى انت تروح للمايكرو سيرفيس اركتكتشر وخلوا بالكم يا جماعه طول السيشن بتاعتنا كلمه سكيلابيلتي المفروض تعني scaling ال organization plus ال application نفسها not just the application. ف this is when to go for microservice architecture. طيب امتى ما تروحش بقى لل microservice architecture؟ ويمكن الحته دي هتكون controversial شويه. لو انت startup ما تروحش لل microservice architecture. startup يعني shoestring operation. يعني ديفلوبمنت تيم صغير بالذات الستارت ابس اللي في الاول خالص 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 تيم صغير متكون من ماكسيمم من خمسه لتسعه ممكن يكونوا 15 ممبر مع ان 15 ممبر معناه ان انت محتاج تقسم التيم لاثنين لتو تيمز بس لو انت لسه عندك جاست وان تيم ما تروحش المايكرو سيرفيس لو الابلكيشن بتاعتك لسه صغيره قوي انت لسه في البدايه ما تروحش المايكرو سيرفيسز طبعا ده هنشوف بقى ايه الاوبشنز الثانيه او ايه الالترناتيفز الثانيه بس جو dont go for microservices if you're a startup أو your application is too small لما يبقى الدومين اللي انت شغال فيه ستيل ان كلير وانسرتن ما تروحش المايكرو سيرفيسز لانك most probably مش هتعرف الدومين ده تقسمه ل سب دومينز فمش هتعرف يبقى عندك bounded contexts فبالتالي مش هتعرف انك تعمل ديكومبوزيشن للسيرفيسز بتاعتك يبقى ساعتها دونت جو فور مايكرو سيرفيس. The organization can't change to adapt to the microservice way لو انت لسه التيم بتاعك ما يقدرش يأدوبت الديف اوبس يقدرش يعمل automation هو لسه مش اجايل هو لسه مش سكيلد قوي في التكنولوجيز لو لسه لسه يبقى don't جو فور microservice ويمكن انا ايه النقطه اللي بعديها قلتها برضو في وسط الكلام if your team lacks experience and understanding of microservice concepts domain driven design and conceptual design لو التيم بتاعك لسه مش experience و don't go for microservice انا بستغرب جدا الشركات اللي بتجيب fresh grads او interns او ناس ال experience بتاعتها قليله جدا ويلا نشتغل microservice architecture يعني ال 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 عدد سنين الخبره القليله معناها ان انت يو ستيل didn't يعني ايه يعني تيك انف تايم انك انت تقرا الحاجات اللي انت محتاجها في المايكرو سيرفيس اركتكتشر الباترنز انيبلرز فيبقى ما هو يعني انت مهما كنت سوبرمان وانت طالب في الكليه او انت لسه متخرج هتلحق تقرا وتستخدم كل الحاجات دي مستحيل فبالتالي don't go for microservice architecture when your teams are still not ready or not yet experienced طيب when the teams are not mature technical skill set is not adapted turnover is high لان الميكرو سيرفيسز محتاجه كلينلينس في الكود عالي جدا جدا ومحتاجه ان التيمز تبقى لحد ما ستيبل فلو انت التيمز عندك مش ستيبل انت عندك التيرن اوفر از كريزي خلاص ولسه الدنيا عندك مش ماتور dont go for microservices you're only going to make it harder لما انت بيبقى عندك تيرن اوفر وبتبتدي تجيب ناس الناس دي مش هتعمل اون مش هتحتاج رامب اب تراك. طب لما يبقى الرامب اب تراك بتاعهم 500 تكنولوجي هيتعلموها، اركتكتشر معقد هيتعلموه، وكلاود وسي اي سي دي وتستنج وهكذا. كل ده هيتعلموه في الايه في الـ في الـ في ايه في قد ايه بقى؟ في الشهر رامب اب في شهرين في ثلاث شهور. فدونت جو فور مايكرو سيرفيسز لو واحده من الحاجات اللي قلنا عليها دي موجوده عندك تعالوا بقى نتكلم على المايكرو سيرفيسز في الجرين فيلد بروجكت اول حاجه يعني ايه جرين فيلد بروجكت يعني بروجكت بالبلدي كده على ميه بيضه يعني لسه ما, ما ما يعني ما عملناش فيه اي حاجه خلاص ويمكن مصطلح جرين فيلد ده جاي اساسا من الايه الفيلد بتاع الكونستراكشن اوكي okay. بس ف ان سوفت وير ديفلوبمنت جرين فيلد ا جرين فيلد بروجكت از ا نيو بروجكت ديفلوبت فروم سكراتش لسه مالوش ديزاين لسه مالوش اركتكتشر لسه ما فيش اي كود اتكتب فيه طيب الشارت اللي قدامكم ده يعني بيقول لك ايه الادوبشن ستراتيجيز اللي انت تعملها لما تبقى حابب تادابت مايكرو سيرفيس اركتكتشر in a green field project. اول حاجه خالص هتستارت ويذ الديسيجن دايموند ده. هتسال نفسك سؤال هل التيم بتاعي او التيمز والاورجنايزيشن بتاعتي محتاجه المايكرو سيرفيس اركتكتشر وجاهزه للمايكرو سيرفيس اركتكتشر؟ لو اه يبقى حتأدبت a microservice first strategy ودي هنتكلم عليها لو لأ يبقى حتأدبت a monolith first strategy by the way monolith first is not an anti-pattern it's a valid strategy for adopting microservices بس في monoliths وحشة وفي monoliths كويسة وحنتكلم على حتة دي دلوقتي لكن adopting a monolith first approach is a correct approach وبعد كده لما تحتاج بقى تسكيل التيمز بتاعتك او تسكيل الابلكيشن بتاعتك ممكن تبتدي بقى انك تكسر المايكرو المونوليث بتاعتك دي انتو مايكرو طيب ازاي ناسس الريدينس بتاع التيم بتاعنا طيب. أه في management of organizational behavior الاوثرز uh, كانوا عاملين أربعة readiness levels ال readiness levels دي based على اتنين parameters El ability بتاعت التيم والwillingliness بتاعت التيم خلاص طبعا انت عندك من R1 r 4 وحوريكو كمان شوية ان كل readiness level من دول المفروض يبقى ليها طريقة في ال leadership. اللي احنا بنسميها situational leadership خلاص فأقل level of readiness خالص وده اللي يديك كده indication ان انت ايه التيمز بتاعتك لسه مش جاهزة للمايكرو سيرفيس اركتكتشر وعموما لأي شيء انت ناوي انك انت ايه يعني تشتغل فيه اقل ليفل ده انك انت التيمز لسه مش ايبل السكيل سيت بتاعتها لسه ما تسمح لهاش بالشغل ده وان هم unwilling او they have a feeling of insecurity يعني ما عندهمش ثقة مش مقتنعين بالكلام وهكذا الليفل 2 ان التيمز تبقى لسه السكيل سيت بتاعتها مش جاهزة لكن هم willing and confident عندهم انرجي مقتنعين بالكلام هايلي موتيفيتد طبعا انا بتكلم هنا عن الاركتكتشر الليفل 3 ان التيمز تبقى كيبل لكن عندها مشكله في لينس. وطبعا الليفل 4 اللي هو اللي احنا عايزينه ان ايه يبقى التيم ايبل وويلينغ. بس كل حاجه من الحاجات دي ليها طريقه ايه في الليدرشيب طيب حته الويلينجنس دي دي بقى المفروض ان ايه يعني السوفت وير اركتكت يهندلها السكرام ماستر يهندلها يعني هوافر اللي بيحاول انه يبيع المايكرو سيرفيس اركتكتشر المفروض ان هو يهاندل الحته دي اي حد بيلعب الرول بتاعت الليدر عموما حته الويلنجنس دي بيورلي معاه لازم يعملوا ديسكشنز لازم يعملوا آه آه يعني اللي آه هما الجروبس دي بتاعت الثينكينج وهكذا يعني لأ بس ما تبتديش حاجة والناس لسه مش مقتنعة أو أتليست أنا هقول لكم إيه نوعية السيتويشن الليدرشيب اللي تتعمل في الكيس دي قصة بقى الابيليتي اللي هنشوف في السلايد الجاية إزاي نأسس الابيليتي بتاعت التيمز بتاعتنا على أساس أنا عامل تشيك ليست ليست دي طويلة و ليست دي يعني هتاكت از سيفتي فالف ليك قبل ما تروح للمايكرو سيرفيس آركيتكتشر عشان ما تروحش عليه وتلبس. خلاص؟ وزي ما قلنا في الاول خالص الموتيفيشن بتاعت السيشن دي كانت ايه؟ دريفت. عايزين نحاول ان احنا نعملها صح من اول مره. او على الاقل ما نعملهاش غلط خالص يعني بحيث ان هي تبوظ لنا ايه؟ الدنيا. طيب التشيك ليست بتتكون من اول حاجه لازم انه الناس تكون فاهمه ايه هو كونويز لو؟ وده هنتكلم عنه كمان شويه. لازم الناس تكون عارفه دومين دريفن ديزاين. لإن هي لما هتيجي تعمل الديكومبوزيشن ديفينيتلي إما هتستخدم كونويز لو أو هتستخدم الاستراتيجيز بتاعة الدومين دريفن ديزاين. لازم الناس تبقى فاهمة يعني إيه ديستريبيوتد أركيتكتشرز وممكن بعد السيشن لو الناس اتواصلت معايا أبعت لهم كتب في الديستريبيوتد أركيتكتشرز. لازم الناس تتعلم ايفنت دريفن أركيتكتشرز بالذات لو هتطبق في الأركيتكتشر بتاعك. لازم يبقوا قاريين مايكرو سيرفيس اركتكتشر كويس وعارفين الباترنز بتاعته وعارفين التست ستراتيجيز بتاعته انا بستغرب ان في تيمز بتادوبت المايكرو سيرفيس اركتكتشر وكمان ما عندهاش تيستينج يعني يعني ده ده المايكرو سيرفيسز ليها تست ستراتيجيز ليها هي لوحدها فانت كمان ما عندكش تيستينج سترينج لازم الناس تكون قارية ومتعلمه وعامله براكتيسنج شويه على الديف اوبس بالذات الانفراستراكشر اس كود الريليس ستراتيجيز والسي اي سي دي ناهيك طبعا بقى عن السكيورتي وهكذا لازم تكون الناس عارفه كلاود نيتف اركتكتشرز اند تكنولوجيز بالذات لو انت هتديبلوي على كلاود وموست بروبابلي يو ويل ديبلوي اون ذا كلاود اجل سوفتوير ديفلوبمنت اند اورجانيزيشن ات سكيل احنا قلنا ان المايكرو سيرفيسز واحده من البروبرتيز بتاعتها ان كل مايكرو سيرفيس از اوند باي ا سمول تيم طالما انت ابتدت شركتك يبقى عندها تيمز هتشتغل مع بعضها علشان توفر الفاليو ال اللي انت بتقدمه للناس بتاعتك يبقى لازم تكون عارفه ازاي تشتغل باورجنايزيشن بالشكل ده بالذات لما تبقى ان اجل اورجنايزيشن زي سبوتيفاي وهكذا التست اوتوميشن ازاي تتست الابلكيشن بتاعتك فانكشنلي ونون فانكشنلي وازاي تتست الانفراستراكشر بتاعك والكيوس انجينيرنج وهكذا وإن ان الدومين والسب دومينز بتاعته تبقى كلير انت دلوقتي هتشتغل في دومين هتشتغل مثلا في الفينتك هتشتغل في الهيلث كير هتشتغل في الاديوكيشن ده الدومين اللي انت هتشتغل فيه طيب ايه بقى السب دومينز اللي تحته؟ يعني let's سي ان انت هتشتغل اي كوميرس مثلا. طيب ما انت عندك سب دومينز زي مثلا البرودكت كاتالوج، الدليفري، البيمنتس، الانفنتوري، الكاستمر سبورت. كل اللي انا قلتها دي سب دومينز في البروبلم دومين، انا كل ده بتكلم دومين driven ديزاين. في السوليوشن دومين هتبقى bounded contexts طيب هل انت قادر تكسر المشكلة اللي عندك دلوقتي لصب دومينز كده بحيث ان كل مايكرو سيرفيسز تكون صب دومين وكل صب دومين يكون اوند باي ا تيم هل انت عندك الكيبابيلتي دي ولا لا هل التيم فاهم الكلام ده ولا لا لان لو التيم مش فاهمه يبقى المايكرو سيرفيسز هتتقسم وهنشوف ازاي هتتقسم بطريقه كده معينه ودي ساعتها ما تبقاش مايكرو سيرفيسز اوكي. فإذا دي التشيك ليست ودي الـ الـ هي والريدنس يعني دي التشيك ليست اللي بتاسس الابيلتي وانت المفروض ازا ليدر تاسس الويلنج المفروض ان الحاجات دي اللي بتقع تحت بند ايه؟ هل التيم بتاعك جاهز ولا لا؟ التيم مش جاهز يبقى خلينا مونوليث احسن. التيم والاورجانيزيشن بتاعتك جاهزه واصبحت محتاجه الميكرو سيرفيسز هنشوف بقى ايه ده بقى ساعتها بقى براون فيلد بروجكت هنشوف ساعتها الاستراتيجيز بتاعة البراون فيلد بروجكتس. طيب كل ليفل اوف ريدينس محتاج ليدر شيب ستايل معين اوكي الاولاني محتاج سورت اوف مايكرو مانجمنت او دايركتنج انت كليدر التيم بتاعك لسه مش شاري الموضوع ولسه ما عندوش كيبيليتي دول محتاجين فيري فيري كلوز فولو اب منك از ا ليدر عشان كده انت دلوقتي لو انت راجل ناوي تروح مايكرو سيرفيس بس التيم بتاعك في ار 1 وانت اللي هو ايه اللي هو الراجل الليدر اللي هو قاعد في صومعه لوحده وما عندوش وقته بيحضر ميتنجز وكولز وبتاعه مش هيسبورت التيم بتاعه لا يبقى يبقى, يبقى انسى المايكرو سيرفيسز خالص او يعني الـ 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 لو انت مش هتدايركت يبقى الكلام ده مش هينفع الار 1 محتاج فيري فيري كلوز فولو اب الار 2 محتاجه كوتشنج وجايدنج الار 3 محتاجه سبورت والار 4 خلاص انت التيم بتاعك هايلي كواليفايد و يعني يعني عنده باي ان للموضوع ده انت ممكن تدلجت له خلاص التيم ده ممكن يشتغل توتالي totally اوتونوماس عنك ازا a ليدر خلاص يو كان ديليجيت الشغل ليهم فولي وانت مطمن لكن اي حاجه من الحاجات اللي في الريدنس اسسمنت بتاعتك ميسنج لا لازم يبقى انت ليك سام سورت اوف كونتريبيوشن او انفولفمنت في الموضوع This is very very important. وأنا أنا شخصيا عملت الخطأ ده يعني يعني in, in, in some cases يعني إيه يعني أنا كنت بعمل الليدر شيب ستايل بتاع سبورت او ديليجيشن واكشلي انا كنت المفروض اني ابقى هنا او هنا طيب تعالوا نشوف الايه المونوليث فيرست ابروتش امتى نروح له لما تبقى التيم والاورجانيزيشن لسه مش ريدي واحنا دايما لما بنسمع كلمه مونوليث على طول بيجي في دماغنا ايه البيج بول اوف مد الحاجه الوحشه، الحاجه اللي مش مينتينبل، الحاجه اللي مش اكستنسبل، الحاجه اللي يعني الكود فيها خلاص بيرط. نوت اول يعني اوكي دي اللي هي المونوليث الوحشه او اللي احنا بنسميها السباجيتي كود او 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 لكن هل كل المونوليثس وحشه؟ لا لو المونوليث بتاعتك موديولار أو اللي احنا بنسميها الموديوليث this is not a bad uh, monolith فبالتالي you can achieve a modular monolith by applying domain driven design with hexagonal onion or clean architecture خلوا بالكم يا جماعة الويب applications والموبايل applications هما بطبيعة الحال they are monolithic صح؟ آه دلوقتي الناس هتقولي في حاجة اسمها المايكرو فرونت اندز على الويب فاين بس أغلب الناس بتستخدم يعني لما بتيجي تمبلمنت ويب أبلكيشن أو موبايل أبلكيشن الموبايل أبلكيشن إز مونوليث طيب هل الناس بتوع الموبايل الكود بتاعهم وحش؟ لا هم بيستخدموا حاجات زي الكلين أركيتكتشر والباترنز بتاعه الفرونت اند زي الام في بي الام في اي الام في ام فايبر ام في سي علشان تخلي الكود بتاعهم بيحقق كواليتي اتريبيوتس معينه فبالتالي وات applies فور كود ذات يو امبلمنت هيرن على البراوزر او هيرن على الموبايل mobile ديفايس يو كان دو ذا سيم للكود اللي هيرن على السيرفر سايد اللي احنا بنسميه الباك اند يو كان امبلمنت يور كود از ا مونوليث وتبقى مودولار باستخدام الدي دي دي و سم فورم اوف هيكساجونال اركتكتشر وهتلاقي الكود بتاعك كلين هتلاقي الكود بتاعك extensible وهتلاقيه maintainable هتلاقي الموضوع حلو جدا جدا مفيش اي مشاكل وانت ممكن تبتدي كده واول ما تبقى الاورجنايزيشن بتاعتك جاهزه ان هي تمايجريت ساعتها تمايجريت للميكرو سيرفيس اركتكتشر وهنتكلم على الكلام ده ايه؟ ان سكشن 3 لان خلاص انت طالما ابتديت كمونوليث واشتغلت كمونوليث يبقى انت كده ايه؟ خلاص في كود اتكتب يبقى ده كده بقى براون فيلد بروجكت يبقى ساعتها نطبق عليه الاستراتيجيز بتاعت الايه؟ البراون فيلد ده كده شكل الايه المونوليث التقليديه اللي هي بتشتغل بتشتغل باللييرد اركتكتشر architecture وده شكل الايه المودولايزد architecture خلاص برضو المونوليث بتاعتك متقسمه انتو separate modules لكن الكلام ده كله هيبقى باكجد انتو ايه؟ one deployable application وهترن از one single process و عندنا دايماً ايه اربعة يعني Quadrants يعني اذا كان Quadrants يعني هو الاسم الصح او Zones ممكن الأبلكيشن بتاعتك تبقى فيهم لو النمبر of Deployment Units بتاعتك واحدة Modularity بتاعتك وحشة يبقى انت كده ايه Big ball of mud أوكي؟ okay. Monolithic Application سيئة a single deployment model لكن uh, المودولاريتي بتاعتك عاليه يبقى انت كده you have a modular monolith و this is not bad طيب عندك deployment units عاليه و لكن المودولاريتي سيئه يبقى انت كده عندك distributed monolith و this is an anti pattern this is bad لكن لو انت عندك multiple services و modularity عاليه يبقى كده ايه يبقى كده مايكرو سيرفيس اركتكتشر بتاعك صح وكويس فاذا احنا عايزين نبقى يا هنا يا هنا يا موديولار مونوليث يا مايكرو سيرفيس لكن عايزين نتجنب ان احنا نبقى هنا او هنا وقلنا مع بعض ازاي نبقى هنا في حاله الموديولار مونوليث و يعني لو انت التيم بتاعك ريدي وفاهم هو هيعمل ايه يبقى نروح على هنا وهنتكلم قدام على ازاي نميجر احنا ماشيين صح ولا لا في المايكرو سيرفيس طيب علشان ادعم الفكره بتاعت ان مونوليثس ار نوت باد عايزين نفتكر حاجه خلاص ان اتس نوت اباوت ذا اركتيكتشرال ستايل الأركيتكتشرال ستايل اللي انت هتأدبته في الأبليكيشن بتاعتك المفروض انه يبقى الهدف منه انه يريديوس الكوست اوف تشينج لما البيزنس يطلبوا منك فيتشر جديدة أو يطلبوا منك تعديل أو انت يبقى عندك بجز محتاجة تتحل أو انت تحتاج تعمل ريفاكتورينج عادي المفروض ان الكلام ده يبقى الكوست اوف تشينج بتاعه قليل. فانت اي شيء اي اركتكتشر ستايل بتعمله المفروض يحقق عندك الحته بتاعت ريديوسينج ذا كوست اوف تشينج. اوكي بس ف هي دي اهم حاجه المفروض الاركتكتشر بتاعك يحققها ف لو انا رحت مونوليث والكوست اوف تشينج بتاعتي قليله يبقى تمام يبقى انا كده ام فاين وممكن اكون شغال مايكرو سيرفيسز والكوست اوف تشينج بتاعتي عاليه جدا جدا فيبقى انا كده ايه ما حققتش الهدف من الديزاين بتاعي طيب في كونسبت مهم جدا جدا في السوفت وير ديزاين هو اللي بيحدد الكوست اوف تشينج عندنا عالي ولا واطي ايه هو الكوبلنج الكوبلنج اللي هو ايه ال rate of dependence اللي ما بين الـ components وبعضها بالبلدي كده لو انا غيرت في component A هل هغير في component B هو ده الكابلنج وهو ده الـ 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 اللي احنا بنقيس على اساسه ايه الريت بتاعه فاللي احنا عايزين ناتشيفه من اي اركتكتشرال ستايل ان احنا يبقى عندنا لو كابلنج او لوس كابلنج ان انا لو عدلت في مكان مش لازم اني اعدل في اماكن تانيه كتير او التعديل ده مش هياثر على اماكن تانيه يبقى انا كده عندي loose كابلنج اللوس كابلنج ده انا ممكن احققه باي اركتكتشرال ستايل وممكن برضه ما احققوش باي اركتكتشرال ستايل زي ما قلت لكم لو انا الكاستمر طلب مني تشينج والتشينج ده اضطريت اعمله في 500 مايكرو سيرفيس يبقى انا كده عندي كابلنج عالي ما بين المايكرو سيرفيسز وبعضها يبقى كده الكوست اوف تشينج عالي يبقى كده انا مش مستفيد حاجه من المايكرو سيرفيس اركتكتشر بتاعي فاذا عايزين نتذكر ان انت بتديزاين سوفت وير علشان تريديوس اتس كوست بنقيس الكوست ازاي بالكوست كوست cost of السوفتوير بس و لو لو هنمشي على ال 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 الكلام بتاع مارتن فاولر اللي ال هي ال 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 الحاجات السيجنفيكانت فهي احنا عايزين نريديوس الكوست اوف ايه الاكسبنسيف تشينجز نعمل كده ازاي ان انا يبقى عندي لوس كابلنج اللوس كابلنج طبعا له باترنز وله برينسيبلز وله حاجات اتحققت في الاركتكتشر بتاعك يبقى انت كده الاركتكتشر بيحقق الهدف بتاعه ما حققتوش يبقى لا عايز اقول لكم يا جماعه ان الكفر بتاع الكتاب اللي انا حاطه قدامكم ده ده كتاب موجود من الميد 70 يعني الكتاب ده هو اللي تناول الكونسبتس اللي انا بتكلم عليها دلوقتي فالكلام ده مش جديد الكلام ده من من 100 سنه موجود يعني الناس من زمان مستوعبه ان سوفت وير از اول اباوت كابلنج اند كوست اوف تشينج وده اللي انت المفروض تركز فيه اكتر ما تركز على مونوليث ومايكرو مايكرو سيرفيس ف كتير جدا من التيمز زي ما قلنا they hastily jump into microservices حاجه ترندي حاجه الناس كلها بتتكلم عنها بتبرومس حاجات حلوه كتير ناس كتيره جدا ايه بتروح للمايكرو سيرفيسز باستعجال قبل ما يبقوا ريدي علشان كده يعني بيدوروا على البنفيتس وبيجروا ورا الترند فمحتاجين نتذكر ان مايكرو سيرفيسز ارنت ذا بوينت انت البوينت بتاعتك انك انت عايز يبقى عندك ديزاين او اركتكتشر ي ريديوس الايه الكوست اوف تشينج تعالوا نتكلم بقى على المايكرو سيرفيس فيرست طبعا زي ما اتفقنا ده في حاله انك انت التيمز بتاعتك والاورجانيزيشن بتاعتك جاهزه لل المايكرو سيرفيسز اول حاجه محتاج تعملها لما تمشي على المايكرو سيرفيس فيرست ابروتش لازم تختار ادي ستراتيجي لازم تقرر وتشوف البروبلم بتاعتك او الدومين بتاعك هتكسره ليه سب دومينز ازاي في تكنيكس او عموما اي حد بيقرا سوفت وير اركتكتشر هيلاقي اول مشكله دايما في السوفت وير اركتكتشر هي الديكومبوزيشن طيب في طرق كتير في الديكومبوزيشن يمكن اشهرها باي بزنس كيبابيلتي يعني باستخدام كومويز لو يعني افرض انت دلوقتي رايح على اورجنايزيشن عندهم تيم ماركتنج وتيم سيلز وتيم اتش ار وتيم انجينيرنج وهكذا خلاص انت ممكن يبقى عندك مايكرو سيرفيس بير البزنس كيبابيلتي يعني يبقى في مايكرو سيرفيس للاتش ار مايكرو سيرفيس لل للسيلز مايكرو سيرفيس للماركتنج يعني من الاخر كده الاركتكتشر بتاعك يبقى ميرور ليه الاورجنايزيشنال ستراكشر وهي دي كونويز لو طيب الابروتش الثاني انك تستخدم الدومين دريفن ديزاين دومين دريفن ديزاين في تكنيكس انت بتقدر تتعرف بيها على السب دومينز بتاعتك وبعد كده الباوندد كونتكست من ضمن الطرق دي هي ال event storming مشكله التعرف على السب دومينز يعني مشكله ناس كتيره قوي مش عارف تلاقي لها ماسكه في الدومين دريفن ديزاين لكن الايفنت ستورمنج هي واحده من الطرق اللي ايه اللي بتسهل الايه الموضوع ده لان انت بتشوف كل الايفنتس اللي عندك في السيستم وبتجروب الايفنتس اللي في كوهيجن ما بينها وما بين بعض ان وان يونت وممكن تعتبر الايه الجروبنج ده ا مايكرو سيرفيس او A باوندد كونتكست تمام لكن مشكله الايدنتيفاينج ال subdomains في الـ او الـ bounded contexts في الدومين دريفن ديزاين هي واحده من المشاكل اللي ايه اللي يعني الناس بتواجه فيها صعوبه شويه. اسهل بقى طريقه خالص انك تعمل decomposition by team. يعني اكزامبل انا كنت اشتغلت عليه كان سولوشن كان بيقدم multiple services فاحنا خلينا كل سيرفيس يبقى ليها تيم والتيم ده خلاص التيم ده بقت دي مايكرو سيرفيس ممكن تمشي كده يعني انت لو عندك اي كوميرس سولوشن خلاص هنعمل تيم للبيمنتس وتيم تاني للدليفري وتيم تاني للانفنتوري وتيم تالت للبرودكت دليفري وتيم تالت للكاستمر سبورت وهكذا وكل تيم هيبقى لها المايكرو سيرفيس ايه بتاعته وكل تيم هيبقى شغال اجايل له الباكلوج بتاعه والحاجه بتاعته ويقدر يديبلوي اندبندنت عن التيمز الثانيه. فاذا بتختار دي كومبوزيشن ستراتيجي لو هتختار الدومين دريفن ديزاين يستحسن يعني استخدم الايفنت ستورمنج وده ممكن يكون طريق انك انت ايه تابلاي الايفنت دريفن ايه اركتكتشرز بعد كده ابتدي ديزاين يور اركتكتشر وتشوز يور تكنولوجي ستاك ده اكزامبل كده لايه؟ ليه يعني event storming exercise أه بقى بال بالـ events بالانتيتيز بكل الحاجات الايه؟ بتاعت الدومين دريفن ديزاين وزي ما قلنا بنعمل grouping للـ الـ ايفنتس correlated events او الايفنتس events اللي في ما بينها وبين بعضها cohesion عالي، خلوا بالكم يا جماعه هو الـ cohesion ايه؟ الـ هو tight coupling ما بين حاجات المفروض يبقى في بينها وبين بعضها coupling يعني يعني هاي كوهيجن هو tight coupling حميد اوكي بس فانت عندك loose coupling هنا ما بين ال bounded contexts لكن في cohesion ما بين الايه الايفنتس دي وبعضها فده كده اكزامبل ايه ممكن يكون كل واحده من دولة مايكرو سيرفيس او مثلا حاجتين ثلاثه من دول يبقوا مايكرو سيرفيس ويبقى المايكرو سيرفيس دي مكونه من ايه مالتيبل سيرفيس نو problem وطبعا كل حاجه من دول من جوه هتبقى ا فور شور ده اكزامبل تاني لو انت الدومين بتاعك الاي كوميرس دي الايه السب دومينز بتاعتك والسيرفيسز اللي ايه اللي تحت كل سب دومين في دومينز بيبقى سهل قوي انك انت ايه يعني تتعرف على السب دومينز بتاعتها علشان يعني هي اوريدي معروفه وفي تيمز بتجيب دومين اكسبرت او سبجكت ماتر اكسبرت او هكذا ده برضو بيساعد في ايه في اكتشاف السب دومينز ده اكزامبل برضو الايه لسب دومينز في الجيمنج مثلا اندستري. اوكي. طيب. احنا قاعدين بقى نقول كونوييز لو، كونوييز لو، لو. ايه هو كونوييز لو؟ لما بنقول ان احنا نقسم الميكرو سيرفيسز بالبزنس كابابيليتي. خلاص؟ ده مبني على كونوييز لو. كونوييز لو ده عمله ميلفن كونوي سنة 68. It's a very old law. بتقول: "in any organization that designs a system will produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure". يعني من الاخر كده الاورجنايزيشن بتاعتك ازاي المفروض ان الاركتكتشر بتاعك يبقى ميرور ليها خلوا بالكم يا جماعه احنا بنتكلم على الاورجنايزيشنز اللي هتستخدم السوفت وير او اللي احنا بنعمل لها السوفت وير مش احنا كسوفت وير ديفلوبمنت كومبانيز او تيمز اوكي يعني برضو ايه خلوا بالكم من الـ الـ القصه دي للاسف في بعض الاحيان بنعمل الاركتكتشرز بتاعتنا على شكل الاورجنايزيشنال ستراكتشر بتاع الشركه اللي بتعمل السوفت وير. فبنلاقي نفسنا ان احنا الاركتكتشر بتاعنا يعني ايه احنا عندنا كومبوننت تيمز فبالتالي كل مايكرو سيرفيس بقت عباره عن كومبوننت. مثلا او 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 وهكذا أو فاحنا احنا لما بنتكلم على الاورجانيزيشنال ستراكشر احنا بنتكلم على الاستراكشر بتاع الكاستمر بتاعنا مش الاورجانيزيشن بتاعتنا احنا طبعا في a برودكت كمباني يعني انت الحاجه اللي انت بتعملها دي هو ده البرودكت بتاعك برضو لازم يعني اما بتطبق كونويز لو او بتطبق الانفرس كونويز لو اللي هو ايه الدي دي دي وده كده ايه يعني اكزامبل ل كونويز لو او 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 يعني لو عندك سمول اندبندنت تيمز يبقى هيبقى عندك ايه سم سورت اوف سيرفيس اورينتد اركتكتشر كل تيم هيعمل السيرفيس بتاعته هيبقوا متفقين على الكوميونيكيشن ما بينهم وبين بعض هيبقى عامل ازاي لو انت عندك وان بيج لارج تيم يبقى اوبفيسلي هتبقى ايه يو هاف وان مونوليثك اب وانت وحظك بقى يعني لو التيم كيبابل هيعمل موديوليف لو التيم مش كيبابل هتلاقي نفسك ان انت ايه يعني you have a big بول of mud ده دايجرام بيشرح نفس الكلام اللي ايه اللي آه قلناه آه برضو if you have small distributed teams يبقى obviously microservice architecture is your way to go given طبعا بقيه الكرايتيريا معموله لكن لو هو يعني وان يعني وان لارج تيم موجود في مكان واحد يعني ايه يعني وتيم واحد هتبقى اوبفيسلي ايه ا مونوليثيك ابلكيشن واحده من الشركات اللي مطبقه المايكرو سيرفيس اركتكتشر حلو جدا جدا من كل النواحي كاركتكتشر وكبروسيس organizational ستراكشر وهكذا هي سبوتيفاي وانصحكم انكم انتم تشوفوا الفيديوز بتاعه السبوتيفاي Engineering كلتشر يعني هتلاقيهم شارحين الاورجانيزيشنال كلتشر بتاعهم عامل ازاي والصراحه such an organizational structure هو يعني environment حلو جدا و very healthy for Microservices فنصيحة اللي عايز يشوف يعني أحسن مكان يطبق فيه microservice architecture يبص على Spotify والانجنييرنج كلتشر بتاعتها عامله ازاي. طبعا مش عايزين ننسى كلام جيف بيسوس تاني خلاص جيف بيسوس في كل حاجه عنده بيقول تيمز تيمز ف ف تيمز كتيره وكل تيم شغال على مايكرو سيرفيس لكن تيم واحد شغال على 15 20 30 مايكرو سيرفيس this is not the microservice وهنشوف مع بعض دي اسمها ايه في البراون فيلد بروجكتس طيب عايزين نتذكر خلاص انت ابتديت بقى في الايه في المايكرو سيرفيس اركتكتشر وشغال واتس next بقى افتكر الجولز بتاعتك اللي انت عايز تحققها كبزنس وكتكنيكال ابتدي بوكينج سكيليتون للاركتكتشر بتاعك ان ام في بي فور ذا لازم يبقى عندك ميجرز تقدر تميجر بيها الاركتكتشر بتاعك ماشي في الطريق الصح ولا لا لازم دايما تو كومبير الشغل بتاعك بماتيوريتي ماتريكس يعني ماتريكس كده بتقول انت فعلا بتعمل مايكرو سيرفيسز ولا انت اتطورت قوي ولا انت لسه بيهايند لازم تكونتينيوسلي تميجر خلاص بس و احنا كل ده بنكلم واتس نيكست يعني احنا خلاص عملنا مونوليث سوري uh, عملنا مايكرو سيرفيس فيرست خلاص انت طالما ابتديت بقى مايكرو سيرفيسز او ابتديت مونوليث فيرست انت كده بقى معاك براون فيلد بروجكت هنشوف بقى البران فيلد بروجكت نعمل فيه ايه في النكست سيكشن دي ماتيوريتي ماتريكس تقدر تقيس بيها يور اون ذا رايت تراك ولا لا انت بتشوف ايه ده الجول بتاعي بتشوف بقى انت according to ال coupling ال configuration management ال testing the delivery etc انت محقق الكلام ده ولا لا طب لو مش محققه وانت فين عشان تعرف انت في انهي ستيج بالظبط وتبتدي بقى ايه خلاص انت كده ايه كانك بتعمل جاب اناليسيس انت عارف انت واقف فين وعايز تروح على فين تبتدي تشوف بقى انت محتاج تعمل ايه علشان تموف على النكست ستيب بتاعتك فدي واحده من الطرق اللي ايه اللي انت ماتريكس دي انت محتاج كونتينيوس كده تعمل لها فيزيتنج لما تبتدي المشروع بتاعك عشان تشوف ايه يعني يعني انت فين واصلا انت عايز تروح على فين طيب احنا قلنا انك انت محتاج انك تكونتينيوس كونتينيوسلي الاركتكتشر بتاعك بالذات لو انت سوفت وير اركتكت او لو انتو يعني a self-organizing كروس فانكشنال تيم Uh, في طريقتين بنقيس بيهم الاركتكتشر بتاعنا اما عن طريق فور مين ميتريك ميتريكس اللي هي الديبلويمنت فريكونسي اللي تايم فور تشينجز التشينج تشينج فيلير ريت والتايم تو ريستور ذا سيرفيس اربعه ميتريكس انت كونتينيوسلي المفروض تعمل لهم ميجر وبيزد عليهم تقدر تعرف هاو هيلثي از يور سوفت وير اركتكتشر يعني انتوا لو بتديبلويو مره في الشهر يبقى في مشكله لو بتدبلوي كذا مره كل سبرنت حلو جدا بتدبلوي كذا مره في اليوم ممتاز اللي تايم فور تشينجز لما الكاستمر بيطلب منك حاجه بتوصل له امتى بعد ايام بعد اسابيع بعد شهور ده برضو ميجر ليه مش بس الاركتكتشر بتاعك ده ميجر كمان للبروسس بتاعتك التشينج فيلير ريت لما انا بعمل ديبلويمنت جديده الفيلير ريت بتاعها قد ايه؟ البجز وهكذا ده برضو ميجر ليه؟ الكواليتي بتاعت your whole process نوت just the architecture ويت تايم تو ريستور ذا سيرفيس ديفنتلي هيبقى في فيلير ريت عندك وديفنتلي هيبقى في داون تايم ايه الوقت اللي انت بتاخده علشان تريستور السيرفيس؟ هل عندك سيلف هيلنج انفراستراكشر بيقوم نفسه لوحده؟ ولا لازم الناس تخش مانيوال بناخد وقت قد ايه عشان نكتشف المشاكل بنباتش السيرفيسز بتاعتنا في وقت قد ايه كل ده برضو ميجر ليه اركيتكتشر بتاعك الاوبزرفابيلتي فيه عامله ازاي وهكذا في بقى طريقه تانية انك انت تديفاين فيتنس فانكشنز اوكي انا طبعا عامل متريكس تانية في في لينكدين بوست ايه الناس اللي هترجع للريكوردنج ممكن تسكان كيو ار وترجع لها الفتنس فانكشنز يعني دي كان اول كلام عنها كان في او يعني بالنسبه للمايكرو سيرفيسز اتليست في سكند اديشن اوف بيلدينج مايكرو سيرفيسز هي من الاخر كده ميكانيزم ذات بروفايدز اوبجكتيف انتجريتي اسسمنت اوف سام اركيتكتشرال كاركترستيك يعني هي حاجه اقدر اقيس عليها اوبجكتيفلي اركيتكتشر كاركترستيك معينه عندي Uh, deployability maintainability extensibility observability وات ايفر طيب احنا علشان نموف كويكلي كل فيتنس فانكشن انت بتعمل لها ديفاين عندك عشان تقيس بيها الاركتكتشر بتاعك لازم تكون بتفول في واحده من الكاتيجوريز دي لازم تعرف اذا كانت بتقيس حاجه اكروس الاركتكتشر كله ولا حاجه معينه في الاركتكتشر طيب ال 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 التريجرنج بتاع الاكسكيوشن بتاعت الحاجه اللي هميجر بيها الفيتنس فانكشن دي دي حاجه انت بتعملها إكسبليسيتلي ولا هي حاجه كونتينوس الاكسكيوشن بتاع بيحصل فين في سي اي سي دي بايب في التست انفايرمنت ولا في البرودكشن سيستم نوع المترك اللي انت بتقيس بيها الفيتنس فانكشن بتاعتك دي ايه ترو فولس ديسكريت فاليو uh, ولا حاجه تايم سيريز هي اوتوميتد ولا مانوال وايه الكواليتي اتريبيوتس اللي ايه اللي في الفيتنس فانكشن دي وفي شويه ايه اوبشنال uh, برضو ايه كاتيجورايزيشن طيب ازاي بقدر اجمع الداتا بتاعت المتريكس بتاعتي بمونيتورنج تولز بكود متريكس بكاوس انجينيرينج بتستنج فريم وركس وبسكيورتي سكانز كل دي حاجات تقدر تخليني ان انا اجمع متريكس علشان اقدر ايه اقيس الفيتنس فانكشنز بتاعتي ده اكزامبل مثلا لفيتنس فانكشن اليونت تيست كفرج بتاعي انا عايزه يكون اعلى من 90% execute on each CI build fail when below target coverage دي كده فيتنس فانكشن طيب البريدث بتاعها اتوميك ولا هوليستيك uh, اتوميك ليه لان انت اليونت تيست بيبقى اكروس سيرتن بيهافير او سيرتن يونت اوف بيهافير فهي اتوميك تريجرد لان الكلام ده بيحصل ايه في السي اي بايب لاين بتحصل فين في السي اي بايب لاين المتريك تايب اتس ا سبيسيفيك فاليو اوف 90% بتقيس انهي كواليتي اتريبيوت المينتينابيليتي وهي static ولا dynamic هي static ده اكزامبل لفتنس فانكشن تانية هي طويلة شوية لها علاقة بالإيه بالديبلويمنتس وهكذا طبعا هي holistic لان هي بتقيس حاجة اكروس السيستم كله تريجرد على البرودكشن انفايرمنت ديسكريت بتقيس البرفورمانس reliability وستاتيك الناس يعني اللي هتقراها بعدين this is another example for fitness functions فالفتنس فانكشنز طريقة بنقدر نقيس بيها برضو إيه الاركيتكتشر بتاعنا كل اللي انا بقوله ده ايه الهدف منه ان انت وانس ابتديت شغل ايا كان الاركتكتشر بتاعك ايه لازم يكون عندك طريقه تقيس بيها الاركتكتشر اما باستخدام الفور ماتريكس او باستخدام فيتنس فانكشنز انت عامل لها ديفاين علشان تقدر تعرف اذا كنت انت ماشي اون ذا رايت تراك ولا لا وبتحقق الحاجه المهمه جدا جدا اللي هي ايه اللو كابلنج اللي بيحقق لنا lowered cost of change. Okay. هنتكلم بقى على آخر جزء ال microservices for brownfield projects. Brownfield project هو إيه؟ هو project already له كود وشغالين فيه already له design وarchitecture. ده كده إيه؟ a brownfield project. ايه بقى الادوبشن ستراتيجيز بتاعه المايكرو سيرفيسز في البراون فيلد بروجكتس اول سؤال لازم تساله هل هو مونوليث ولا لا لو اه يبقى هتشوف هل انت التيم بتاعك والاورجانيزيشن بتاعتك ريدي ان هي تمايجريت ليه المايكرو سيرفيسز لو اه يبقى هتمايجريت لو لا يبقى زي اي شغل في اي مشروع يبقى انت هتعمل ريفاكتورينج او ريرايتينج رايتنج للبروجكت بتاعك بحيث ان الديزاين بتاعه يكون ايه موديولر وده ديبندس طبعا على الايه هو اصلا اتعمل موديولر من الاول ولا لا طيب لو انت البروجكت بتاعك مش مونوليث هنشوف بقى هنعمل ايه لو انت بتستخدم مايكرو سيرفيسز هل الباوندد كونتكس عندك ويل well ديفايند لو اه هل الميجرز بتاعتك المتريكس او الفيتنس فانكشنز بتقول ان انت يور سكسيدنج لو اه كمل زي ما انت وطبعا ايه ستيل كونتينيوسلي امبروف لكن لو لا يبقى يو نيد تو ريفاكتور اور امبروف بيزد على البروبلم هنتكلم على الحته دي لو انت الباوندد كونتكست عندك مش ويل well ديفايند وموست بروبلي اغلب التيمز اللي عامله مايكرو سيرفيسز في الحته دي يبقى انت كده بقى محتاج تمرج السيرفيسز طبعا في ناس كتير لما هتسمع الكلام ده هتقول لك ميرج السيرفيسز هقول لك اه هنشوف مع بعض ان ميرجنج السيرفيسز دي از actually ا ريكومندد براكتس خلاص لان انت موست بروبابلي لو ما عندكش ويل ديفايند باوندد كونتكست يبقى انت كده شغال ديستريبيوتد مونوليث ديستريبيوتد مونوليث از ان انتي باترن فبالتالي يبقى انت كده على الطريق الايه؟ الغلط. يبقى you need to do something about it. طيب. Let's start talking about migrating to microservices. في طريقتين في المايجريشن، واحدة مش ريكومندد، واحدة ريكومندد، في البيج بانج ابروتش ان يبقى التيم شغال كده على جنب عمال بيكسر المونوليث لمايكرو سيرفيسز ولما التكسير يخلص بن ايه بن للمايكرو سيرفيسز دي ده ابروتش وده مش ايه مش ريكومندد لاسباب كتير وانصحكم انكم تشوفوا السيشن بتاعتي ايه بتاعت اس بتكلم فيها بالتفاصيل عن الجزء ده وفي بقى انكريمنتال ابروتش لو انت المونوليث بتاعتك مودولر يبقى انت كده ايه هتكسر كل موديول يبقى مايكرو سيرفيس لوحده وتستخدم الاسترانجلر فيج باترن علشان ايه يعني يبقى عندك زيرو داون تايم ويبقى الليجاسي ابلكيشن شغاله جنب المايكرو سيرفيسز لحد ما يبقى كل المايكرو سيرفيسز بتاعتك اتعمل لها مايجريشن ساعتها تقفل الليجاسي ابلكيشن كومبليت اذا الانكرمنتال ابروتش زي ما قلنا انك انت إكستراكت جرادولي المايكرو سيرفيسز بتاعتك اللي انت تعرفت عليها باستخدام سام سورت اوف ديكومبوزيشن باترن uh, و بت uh, اكستراكت الاول وبعد كده بت اكستراكت الداتابيزز وواحده من الباترنز اللي احنا بنستخدمها في الكلام ده هي الاسترانجلر فيج ابلكيشن باترن وده ايه شرح الكلام اللي انا قلته دلوقتي انت بيبقى عندك ليجاسي مونوليث بيبقى عندك بعد كده هايبريد سيستم جزء منه المونوليث وجزء منه المايكرو سيرفيسز الترافيك فيه جزء منه رايح على سيرفيسز للحاجات المايجريتد والحاجات اللي لسه مش مايجريتد الترافيك يبقى رايح على ايه؟ على المونوليث وبعد كده خلاص وانس انك انت كل المونوليث اتكسرت خلاص بتخلي كل الترافيك عندك روتد على ايه؟ على سيرفيسز uh, بتاعتك ميزة الانكريمنتال ابروتش باستخدام السترانجلر فيك باترن it allows new evolutions to be delivered during the migration phase آه uh, السيستم بيبقى دايما اب تو ديت وزيرو داون تايم ديبلويمنت عشان نطبق السترانجلر فيك باترن في ستيجز ايدنتيفاي ترانسفورم كو اكزيست و eliminate. انا شرحتهم دلوقتي وبرضو انصحكم تشوفوا السيشن بتاعت الاس فيها شرح للايه للحاجات دي بتفاصيل بننصح دايما ان احنا نفصل الابلكيشن الاول وتفضل الداتابيس عندنا في مكان واحد وبعد كده نسبلت الايه database وبرده اجان كل الكلام ده مشروح بالتفاصيل في السيشن بتاعت الاس طيب ده كده لو انا عندي مايكرو سيرف مونوليث وهقسمها لمايكرو سيرفيسز طيب افرض انا بقى شغال مايكرو سيرفيسز لكن الدنيا عندي ضربه طيب ازاي اعرف الاول ان انا ماشي غلط اول حاجه لما ما يبقاش عندي bounded contexts. أنا الدومين عندي مش قادر أعرف له subdomains. لما تبقى تقسيمه المايكرو سيرفيسز عندي بير ريسورس. يعني أنا كده كأني شغال ريست أي بي أيز بشوف كده كل كوهيسف كولكشن أوف ريست أي بي أيز عاملة إزاي وكل دول يبقوا في مايكرو سيرفيس. دي كانت باترن قديمة في الديكومبوزيشن كان اسمها decomposition by resource والباترن دي إتلغت بعد كده. ورايت ناو اي كونسيدر ات از ان انتي باترن لما يبقى تيم واحد صغير شغالين على مالتيبل سيرفيسز لما يبقى في كابلنج عالي ما بين السيرفيسز وبعضها وتعرف ده ازاي ان لما يطلب منك تغيير التغيير ده يخليك لازم تغير في كذا سيرفيس يبقى كده في مشكله لما تبقى الديبلويمنت ستراتيجي بتاعتك مالتي سيرفيس ديبلويمنت لازم نطلع بكذا سيرفيس تديبلوي في نفس الوقت لو سيرفيس واحده مش جاهزه ما اقدرش اطلع بالتانيين يبقى ده كده ايه يبقى ده كده انت عندك مشكله ان الديبلويمنتس تبقى هارد بتاخد وقت طويل جدا بتحتاج ايفورت كبير من التيم فده كده يبقى there is a problem ال operational costs are high with no return on investment believe it or not انك انت يبقى عندك مايكرو سيرفيس اركتكتشر الاوبريشنال كوست بتاعته بتبقى اعلى من مونوليث خلاص فهل الريتيرن اون انفستمنت اللي راجع لك من المايكرو سيرفيسز دي بتبرر الاوبريشنال كوست ده هل في ريتيرن اون انفستمنت حقيقي راجع منها ولا احنا قاعدين بنصرف فلوس وخلاص وان المايكرو سيرفيسز مش بتحقق الاورجانيزيشنال جولز بتاعتك انت التيمز لسه ما عندهاش اوتونومي التيمز مش عارفه تسنكرونايز مع بعض صح في كابلنج ما بين التيمز وبعضها عندي مشاكل كبيره في المتركس بتاعتي اللي تايم بتاعي عالي المين تايم تو ريكفري بتاعي عالي الايرور ريت عندي عاليه يبقى انا كده ايه الدنيا عندي بايظه خالص هنتكلم دلوقتي على ميرجينج ذا سيرفيسز، احنا اتفقنا لو انا بستخدم مايكرو سيرفيس اركيتكتشر وما عنديش يعني عندي واحدة من المشاكل اللي قلنا عليها فوق يبقى انا كده أفضل لي إني أميرج السيرفيسز. موست بروبابلي لما أنا أبقى بطبق مايكرو سيرفيس اركيتكتشر غلط يبقى أنا كده بطبق واحدة من اثنين أنتي باترنز، ده لو مش الاثنين مع بعض. الديستريبيوتد مونوليث او النانو سيرفيسز النانو سيرفيسز دي انتي باترن موجوده في السيرفيس اورينتد اركتكتشر من زمان ان المايكرو سيرفيسز بتاعتك تبقى تو تو فاين جرين بالذات لما تبقى دي كومبوزد باي ريسورس تمام ف ار ذا تو انتي باترنز ذات ويل هابن لما واحده من الحاجات اللي قلنا عليها تبقى ايه تبقى غلط او لو انت دخلت المايكرو سيرفيس اركتكتشر والتيم بتاعك ستيل از نوت ريدي. وما ننساش طبعا ايه يعني انت لو مش مايكرو سيرفيسز يبقى موست بروبلي انت ايه انت هنا اهو، اوكي انت عندك سيرفيسز كتير لكن انت عندك كابلنج انت عندك مشاكل فبالتالي انت ايه انت هنا، وخلوا بالكم النقطه يا جماعه ده اكتر زون فيهم ريد. يعني لما يبقى عندك كود وحش لكن هي هي كود بيز واحده ويونت واحده بعمل لها ديبلوي ده احسن بكتير جدا من ان انا يبقى عندي كود وحش متقسم على 500 مايكرو سيرفيس فالزون دي الانتي باترنز دي انت كده في اخطر زون خالص وده علامه انك انت محتاج تاخد كوركتيف اكشن والكوركتيف اكشن اللي احنا بننصح بيه هو انك انت تبتدي تميرج السيرفيسز بتاعتك طيب ميرجينج السيرفيسز ممكن تابلاي فيها الاسترانجلر فيج باترن برضو لان هو اتس مايجريشن بروجكت لكن بدل ما انت بتمايجريت من, من مونوليث تو مايكرو سيرفيسز انت بتمايجريت من مايكرو سيرفيسز تو مونوليث فالميرجينج ده ان انت هتحاول انك تميرج السيرفيسز بتاعتك into a single services into a single service او فيور services تبقى managed by smaller teams. والمونوليث بتاعتك دي تبقى إما modular أو ليرت ويستحسن طبعا تبقى إيه تبقى modular. وبعد ما تعمل الميرجنج ممكن بقى تبتدي إيه ترجع تاني بقى للدروينج بورد لما يبقى عندك الكيبابيلتي انك تتعرف على السب دومينز بتاعتك او يبقى الدومين بتاعك واضح بحيث ان انت تقسمه بيزد على باوندد سوري uh, على بيزنس كيبابيلتي او يبقى عندك تيمز وهكذا يبقى ساعتها ايه تكسر تاني لميكرو سيرفيسز بالاستراتيجيز اللي اتكلمنا عليها ايه قبل كده ريفاكتورينج اور امبروفينج بيزد اون ذا بروبلم احنا قلنا ان انت ايه ممكن يكون عندك مايكرو سيرفيس اركتكتشر والسيرفيسز متقسمه صح لكن انت مش بتسكسيد الماتريكس مش كويسه الفيتنس فانكشنز مش متحققه عندك مشكله يبقى ساعتها يو نيد تو ريفاكتور او امبروف بيست اون ذا بروبلم لكن مش لازم تمرش يعني انت ممكن تفضل شغال زي ما انت مايكرو سيرفيسز لكن تبتدي تاخد ايه كوركتيف اكشنز اقل طبعا البروسيس اللي انا بنصح بيها هي يعني الاودا لوب اللي هي اوبزيرف اورينتد سايد واكت اتس It's a nice يعني بروسيس for فيكس uh, يعني identifying problems and fixing them. وبنستخدم فيها تكنيكس ثانيه زي الروت كوز analysis, الـ cause and effect analysis والـ gap analysis. انا بس بديكم افكار تعملوها انت دلوقتي انت مش بتسكسيد. أنت طبيعي أول حاجة هتبقى عايز تعرفها أنا إيه اللي أنا مش بسكسيد فيه بالظبط؟ طب ليه مش بسكسيد فيه؟ طب إزاي ممكن اسكسيد فيه؟ وتبتدي بقى تطبق الكوريكتيف اكشنز وتبتدي بقى تشوف إذا كانت الكوريكتيف اكشنز دي فعلاً عملت فرق ولا لأ، والكلام ده طبعاً إيه iterative طيب common problems and possible solutions ساعات بيبقى انت ستيل عندك مشكله ديبندنسيز بتوين السيرفيسز مجموعه من الحلول اللي ممكن تتعمل انك تروح للمونو ريبوز تستخدم فيتشر توجلز تستخدم ريليس ترينز طبعا مش بتكلم على ريليس ترينز بتاعه سيف بتكلم على الاجل ريليس ترينز اللي هي الاجايل مش بتاعه سيف والدومين دريفن ديزاين دي تكنيكس ممكن تـ 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 تقلل بيها الديبندنسي بتوين الايه السيرفيس طبعا الفيتشر توجلز والريليس ترينز هي دي الطريقه اللي بتستخدمها سبوتيفاي وهي طريقه حلوه جدا جدا واحده من المشاكل الثانيه ان يبقى عندك بور اوبزرفابيلتي لما بتحصل عندك مشاكل ما بتقدرش ايه تكتشف بسرعه هي فين او ما بتقدرش تعرف اصلا هي فين فاذا انت كده ممكن تكونسيدر ابلاينج سيرفيس مش ممكن يبقى عندك فيليرز في البرودكشنز كتير فدي بقى محتاجه ان انت ايه يعني تابلاي المايكرو سيرفيسز تيست ستراتيجيز بتاعه مارتن فاولر وتست ستراتيجيز بقى بتاعه الايه بتاعه الانفراستراكشر وهكذا شكرا جزيلا انا يعني ايه اخدتكم كده وان شوت ساعة ونص فبعتذر يعني لو كانت الناس محتاجة تاخد بريكس في النص أنا كنت عايز بس أخلص يعني بدري بقدر الامكان دي uh, ريفرنسز uh, يعني ريكومندد للناس ان هي uh, تقراها واخدت منها معلومات كتير جدا جدا في السلايدز دي uh, دي حاجات في الدومين دريفن ديزاين في السوفت وير اركتكتشر سوفت وير كتاب حلو جدا 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 انصحكم برضو ان انتوا uh, تقروه و تشيكوا الويب سايت بتاعي الناس الحبلة الحبة انا اسف تسكيدول ا كويك كول علشان ورك شوبس او سيشنز او كونسلتنسي او اي سورت اوف منتور شيب او ادفايزنج وفيها ان اكونت بتاعي واليوتيوب تشانل uh, uh, بتاعتي um, ممكن اعمل ورك شوبس مع التيمز ممكن ندي اونلاين سيشنز ممكن ندي ادفايز او كونسلتنسي في الاركتكتشر في الاجايل في السكيلابيلتي اتسيترا فالناس اللي حابه تكونسيوم السيرفيس دي يو كان سكان الكود اللي هنا ويو كان بوك ا فري كول وي وي كان ديسكاس ديتيلز مع بعض اوكي شكرا جزيلا